اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقه جديده من برنامج هيلثي لايف. اليوم راح نتكلم وياكم عن واحد من انواع التمارين اللي لازم ندخلها بجدولنا الرياضي بشكل خلينا نقول دوري، وايضا راح نعرض لكم هذا التمرين في تماريننا بالفقره الرياضيه. بالحلقات السابقه تكلمنا عن انواع التمارين، وتكلمنا عن تمارين خلينا نقول اللي احنا متعودين عليها اللي نسويها للانقباض والانبساط، وتكلمنا عن الايزومتريك. اليوم راح نتكلم عن تمرين يعتبر مهم واللي هو تمرين الاي سنتريك. شنو هذا التمرين وشلون نسويه وشلون ندخله جدولنا الرياضي؟ تمرين الاي سنتريك يعتبر واحد من التمارين المهمه والاساسيه واللي لازم ادخلها بتمريني، واللي هو عباره عن خلينا نقول تمرين التيمبو او العدد البطيء في كل تكرار انا اسويه. يعني شنو؟ يعني اذا انا قاعد استخدم وزن او قاعد استخدم وزن جسمي، لما اسوي انبساط حق العضله انا قاعد استخدم الوزن هذا في نزولي، قاعد استخدم العد البطيء في نزولي للوزن. بدل لا انا انزل خلينا نقول ثانيه واحده وانا قاعد استخدم الوزن، انا بالعكس انا انزل 5 ثواني او 10 ثواني او 15 ثانية على حسب التمرين او على حسب العضله اللي انا قاعد استهدفها. عاده التمرين هذا يكون الوزن اللي انا قاعد استخدمه اقل بوايد من الاوزان اللي انا استخدمها عاده في رفع الوزن كل مره. اذا انا مثلا قاعد اسوي تمرين البنش وانا عاده استخدم خلينا نقول 90 او 50 كيلو، فانا اقلل خلينا نقول 50% من الوزن هذا واستخدم وزني وانزل بشكل وايد بطيء، خلينا نقول من 5 ثواني اقدر اوصل ل 30 ثانيه على حسب الهدف من تمرينك نفسه. ليش انا استخدم تمرين الايسنتريك؟ لانه هو يعتبر واحد من تمارين تقويه العضلات، لكن اسويها بشكل مختلف. في ناس وايد تكون ما عندها خلينا نقول اوبشنز او خيارات وايد من ناحيه الاوزان، خلينا نقول اذا هو قاعد يتمرن بالبيت، فانا اقدر استخدم تمرين الايسنتريك انه اذا كان عندي وزن خفيف شلون انا اقدر استفيد واوصل حق اكبر استفاده من هذا الوزن الخفيف. فتمرين الايسنتريك يعتبر خيار جدا مهم وتقدر تسويه دائما بتمرينك. الحين راح اشرح لكم شلون نقدر نشتغل على هذا التمرين. خلينا نشرح تمرين خلينا نقول الدامبل رو. لما انا دائما اسحب الدامبل وانزل بشكل عادي، عاده اسحب وانزل بالطريقه هذه، لكن اذا انا بسوي طريقه الايسنتريك راح اسحب وراح انزل بالوزن بشكل وايد بطيء لين تنفرد ايدي بشكل كامل. فانا عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اسحب مره ثانيه وارد انزل بطيء بنفس الطريقه. بالطريقه هذه انا قاعد احط لود وحمل وايد كبير على عضلتي، انا قاعد اشيل خلينا نقول كني انا قاعد اشيل وزن وايد اعلى من العاده انا اشيله، لان انا قاعد استفيد من الوزن من اول ما افتح او من اول ما انبسط لين افتح العضله كلها بشكل كامل. ليش لازم ادخل هذا التمرين بجدولي الرياضي؟ لانه هو يزيد من قوتك. اذا انا ابي اتطور باي تمرين، خلينا نقول حتى تمارين الجيمناستكس او تمارين الجمباز، لما انا اسوي بول اب اذا انا كنت اسوي بس واحده او ثنتين شلون انا اطور من نفسي؟ انا اقدر اسحب نفسي بالبول اب وانزل واستفيد من وزن جسمي وانزل بشكل وايد بطيء. فبدال لا انا قاعد اسوي واحدة او ثنتين حد كحد اقصى، انا مع الوقت راح اقدر اوصل لخمس وست وسبع من خلال هذا التمرين. وصلنا وياكم مشاهدينا الى الفقره الرياضيه. تكلمنا بالبدايه عن تمرين الايسنتريك وشنو الفائده منه وليش ندخله بجدولنا. اليوم راح اعطيكم مثال على هذا التمرين وراح نطبقه مع بعض. طبعا التمرين راح نسويه حق تمرين البول اب. ليش؟ لان وايد ناس يبون يسوون هذا التمرين لكن ما عندهم القوه الكافيه انهم يصعدون ويعلقون نفسهم، اللي هو حق تمرين العقله. فراح اعطيكم تو اوبشن او خيارين نقدر نسويها حق اللي
خلينا نقول ما في قوه نهائيا شنو الاوبشن السهل اللي يسويه، واللي عنده يقدر يسوي نص ونص، فنقدر نستخدم تمرين الايسنتريك عشان نزيد من معدل قوتنا عشان نقدر نرفع نفسنا بالبولب بدون لا انا احتاج احط باند او اني انجز او اني اسوي اي مجهود ثاني. بالبدايه اللي راح اشتغل عليه راح اسوي 30 ثانيه راح انجز واعلق نفسي بالبار، راح استخدم الجمب ان انا اعلق نفسي، بعدين راح استخدم وزن جسمي بالنزول لكن لمده 30 ثانيه. اذا انت ما تقدر تسوي بوش اب بول اب نهائيا فاستخدم ايدك بالطريقه هذه، اذا انت تقدر تسوي بس بتطور من ادائك في تمرين البول اب استخدم المسكه هذه. اللي راح اسويه راح انجز فوق واصعد بالطريقه هذه، والحين انزل لمدة 30 ثانية. إذا كانت 30 ثانية وايد صعبة عليك، هذا رقم افتراضي أنا حاطه، تقدر تقلل الموضوع 20 ثانية أو 15 ثانية أو 10 ثواني، ما تفرض نفسك نهائياً، تنزل بطيء بالشكل هذا. لين توصل حق آخر شيء. تفتح جسمك بالكامل. نفس الموضوع ينطبق اذا كنت بتسوي بالشكل هذا، راح يكون شوي اسهل عليك لانك راح تدخل عضلات ذراعك بشكل اكبر. راح تنزل بطيء لين تخلص خلينا نقول ال 15 او ال 20 او ال 30 ثانيه. الغرض من الموضوع ان انا ما انزل بشكل سريع، ان انا استفيد من وزني وانا نازل، ان انا انزل بطيء واشغل عضلاتي لين اخلص من التمرين، لين اخلص وافرد ايدي بشكل كامل. راح اسوي تكرار واحد بس، بعدين اريح دقيقتين لدقيقتين نص وارد اعيد اسوي 5 جولات كل مره، خلينا نقول مرتين 3 مرات بالاسبوع اسوي هذه الطريقه، وراح تشوف في تطور واداء وايد احسن من قبل. اذا انت ما تقدر تسوي بول اب كلش نهائيا، هذا الاوبشن الثاني اللي راح يكون اسهل بالنسبه لك. راح احط البار بالطريقه هذه وراح استخدم وزني وانا اسحب نفسي لكن من خلال البار هذا، كعب ريلي بس يكون على الارض، اصعد نفسي بالشكل هذا، بعدين نفس الشيء. الحين تقدر تسوي 30، تنزل بشكل بطيء لين تخلص 30 ثانيه، لكن هالمرة تقدر تسوي تكرارين أو 3 تكرارات ماكو أي مشكلة، لأن الموضوع شوية أسهل من لما نتعلق بشكل كامل لفوق وتستخدم وزنك بشكل كامل. بالطريقة هذه لازم تريح بعد كل جولة 2 إلى 3 دقائق عشان جسمك يسوي شوية ريكفري ويكون عندك عافية أنك ترد تسوي التمرين لين تخلص ال5 جولات اللي عندك. كان هذا جزء من تمرين الإيسنتريك اللي تقدر تدخله بجدولك. نشوفكم إن شاء الله تمارين جديدة. مع السلامة.